أمينة الشراح، أقولها بكل فخر، سعيدة أن في إحدى مقابلاتها قالت أرى شبابي في حليمة بولند. كش لا مش عاجبك اللي انا بقول رشي كشي 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 الاعلاميه اكيد تحيه كبيره الشراح. وتصريحها شرف ومفخره بالنسبه صحيح. لي انا اعتبره تكليف اكثر مما يكون تشريف. بقول ربنا ياخدك شو بقول ربنا يا بدعيلك ربنا يطول في عمرك. ايوه شنو اهم شيء تاخذه حليمه بولند لما تسافر الى اي بلد في جنطتها؟ اهم شيء ثوب الصلاه. قلبك عامر بالإيمان، لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. حليمة تلفين تلفين وترجعين إلى الجانب الديني، ما تحسين أن هذا يمكن لأن أمي مدرسة تربية إسلامية؟ أصيلة أصيلة عايشة على حلوة ربنا وفاك يا شيخ. يمكن لا يمكن لأنك أنت قاعد تبالغين في إظهار الجانب الديني اللي فيك. أبدا والله. شو قصتها هي؟ صدقت في خرب بيتها لو تعرف حالها مثل الضبعة طالعة. متى حست حليمة أن طيارتها واقفة؟ وقفتها أنا بإرادتي وقت حملي ولادتي في مريومتي وكمولتي. جدي خلينا نحكي عربي بلا الفزلك إسه يلا. مع أن احنا بهوا الكويت ما أعتقد أن هوانا فيه مطبات. لا بس يمكن حر شوي. إسه لا تتحب عندك كثير اشوف انتقادات سلبيه. عيب عيب يا محمود انت راجل كبير وانت متربي دول عالم زباله نعمل زيهم. لكن بالواقع وين ما اطلع وانت كصديق قاعد تشوف معي طبعا تجمهر العالم حوالي وانا قاعد اصور بالسناب وشوفوا العالم حلوين كده ليه بالوطن العربي كله وين ما اروح. حتى لما رحت لندن مره اضطريت اني احط لي بودي جارديه بسبب التجمهر الكبير اللي صار علي في هاردز. هاي عليك ايش خوش مبيعي ايه ما تبنى الهي ابنى جيب خوز جيب. فبالتالي هذا العالم الحقيقي اللي اشوفه بعيني. هذيل جمهوري هذيل محبيني. فكري خزيت العين عني فتح فتح خزيت العين والله ممكن على كم تحكي. جمهورك ومحبينك ليش تابعونك؟ يحبوني. ليش يحبونك؟ الحب من الله. حبيب قلبي مامك جبتك معك برغوت بتسوى برغوت ما معك برغوت ما بتسوى شيء. من حفل غنائي لا قلت لك مرات نجامل انتي مو محتاجة يعني انت لو سويت حفل غنائي ممكن اجاملك. لو انت المنتج راح اجاملك اياه يقدم لك ببلاش. الله يسلمك. بلاش ولا بمصاري شي دراسي. لكن انا اقدر الحين انزل لك فيديو احط لك انت الحين هاي قعدتك هذه مو كبح الذات جلد النفس. التعليقات السلبية أنا اليوم لما أشوف من أم وأبو وعيال وأهل والعالم كله بنتم علي ونموت فيك ونحبك. والله بحبك والله بعشقك لك بعشق الأرض اللي بتمشي عليها ما تكردني. صدق آخر شيء يمكن واحد معتوه ولا مسجون ولا ما أدري وش قصتها كاتب تعليقات الخرابيط اللي يكتبونها. دوري أي دورة حاضر ايه موصل هي ما اخذين المدرسة يا دكتور ما اخذينها. ما حسيت ان في هجوم ولا حسيت ان الوضع طبيعي وسعيدة باللقاء؟ لا وبلا يدعونك مرة ثانية تروحين لهم. ردي عليه. حاضر. بقول لك شيء هم يحاولون يستفزوني ليظهروا اسوأ ما فيني لكن انا بذكائي ألاعبهم بشقاوة لأظهر أسوأ ما فيها. شفتك هاي خرج أبو المور شي قوي؟ شي كتير قوي. شو جسم؟ شو جمال؟ شو أخلاق؟ شو صيت؟ ماريو كل اللي ناموا معه بيشكروا فيها. جمالي من بداياته من أيام أول برنامج لي The Best شو واضح وضوح الشمس. مرات سويت أمور تجميلية بالعكس خربتني. ولا تنزعجي ولا تخدي بدنك يا تقبريني. أقص عليك أهلي زعلوا مني وعصبوا وحرام خربتي وايت وشي خايفة أشيلها خايفة يبين مكانف. أحياناً بالعكس تجميل اللي أسويه يكون تشويه وليس تجميل. الحق عليك يا ستنا. أنا كيف أخفي عليهم شوي لأنك عم تذبحيهم ذبح.
انت مثال للاحتراف، مثال للقوه. انا بوجه لك دعوه حق برنامجي مال رمضان، خليك صالح. تم على ذا الخشم. تم والله ما طلبت الا عزك. الله يسلمك. طبعتها ما بتقدر سيلي.